فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فأما الكافر وهو المظهر للكفر فأمره بين <applause> نعم المسلمون على معرفة منه يعرفون أنه عدوهم وأنه كافر نعم وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة فالمنافقون هم الذين اظهروا الايمان وابطنوا الكفر وهؤلاء اخطر من الكفار الاصليين لان الكفار الاصليين يعرفهم المسلمون وياخذون حذرهم منهم اما المنافقون فالمسلمون ينخدعون بهم وهم يخدعون المؤمنين فيعملون الكيد لهم في الباطن وينشرون الشر والفتنه فهم اشد خطرا من الكفار الاصليين ولذلك قال تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون